الجمعة، الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي. أنا للمحارب أن يستريح. في نظرة مع حمدي رزق. أنا هقف معاك في الشرفة بتاع التمانين. التمانين محطة تقارب زي الستين. الغرفة رقم 10. لكن مكتبي اللي أنا قعدت فيه مثلا حاجة بتاع 15 سنة. أي إنسان في مجال عمله يستطيع يخدم الدولة ويخدم شرعية النظام زي الوزير. لو عاد بك الزمن كنت قبلت الوزارة في ظروف هذا الوقت؟ صفر المونديال. تم محاكمة عدد من الناس دول بما فيهم رئيس الفيفا. نظرة الجمعة العاشرة مساء على صدى البلد.